صباح الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. انا ما ادري ايش قاعد يصير الحين، لكن بعطيكم فكره بسيطه وعلى السريع. الفيديو هذا انا ما راح انتجه، لذلك انا ما بعرف ايش راح يطلع بالانتاج وايش راح تشوفون، تمام؟ لذلك ما ادري ايش راح يصير. انا راح اسوي الفيديو هذا، راح ارسله لصديق العزيز عمر، راح يشارك معي بالانتاج. طبعا عمر من المغرب، تمام، اقترح او يعني تطوع ما شاء الله انه ادخل معي بالقناه ويشترك ويشتغل معي كمنتج وكحاجات ثانيه. لذلك انا ما ادري ايش راح يصير، نظرا لان اول مره اسجل فيديو بالشكل هذا اني ارسل، يعني ما ادري ايش راح يصير. عموما اليوم راح اتكلم عن كوبس والتعامل مع الطابعات. الكوبس هذا عبارة عن برنامج أو خدمة تتيح لك التحكم بالطابعات عن طريق متصفح الإنترنت أو عن طريق أي خدمات ثانية. أنا نفسي أستخدم متصفح الإنترنت للتعامل مع الكوبس. قبل ما أدخل بالطريقة والتعريفات وذي، موضوع بسيط. أول حاجة، نادرا أنك تحتاج أنك تعرف طابعة، تمام؟ أغلب توزيعات لينكس مجرد تشبك الطابعة تشتغل. طيب، في نوع آخر من الناس يقول أنا بشتري طابعة لكن إلا ما عندي طابعة وما أدري وش أشتري، إيش الطابعة المناسبة لي، تمام؟ في تحت رابط تقدر تدخل عن طريق وشوف الطابعات المدعومة، تمام؟ أيضا بشكل عام طابعات الـ HP، أنا استخدم طابعات HP أكثر من مرة وكلها تمام. هذا لا يعني أن الطابعات الثانية ما تشتغل، لكن أقول لك HP أضمن، تمام؟ بحيث أن أنا جربت أكثر من مرة أن أشبك الـ HP وتشتغل بدون تعريف. خلكم معي، خلونا نشوف شلون راح نتكلم أو راح نتحكم في هذا البرنامج وميزاته والحركات الجميلة اللي موجودة. اوكي، الان احنا راح نتكلم عن اول شيء الكوبس. من وين نحصله؟ الكوبس موجود في جميع التوزيعات زي ما قلت لكم بشكل تلقائي. لو انه مو موجود راح تحمله، هو اسمه كوبس بالشكل هذا، كوبس، تمام. طريقه تحميل على حسب توزيعتك، تعتمد، انا شرحت في دورا واوبن زوزا ولينكس مينت ولدبيان وكل حاجه، بخصوص تحميل الحزام. ادخل على القناه تشوف الطريقه اللي تناسب تحميل الحزم الخاصه بك. عموما هي موجوده بشكل افتراضي، لكن الخدمه قد لا تكون مفعله بشكل افتراضي، لذلك خدمه الكوبس لازم تكون مشغله. كيف تكون مشغله؟ بالنسبه لتوزيع الابونت والديبيان واللينكس مينت وكل شيء، ممكن من هنا سودو سيرفيس، بعدين تكتب اسم الخدمه اللي هي كوبس، مثلا ستارت او ستوب. احنا نسوي ريستارت، تمام، ونضغط انتر. راح يسالك عن الباسورد اكيد، تمام، بس مجرد تاكد انه الكوبس تشتغل. بعد ما تكون تشتغل الكوبس، الان جاء طريقه تعريف الطابعه ببساطه شديده جدا. تفتح المتصفح. طيب، الان راح ادخل على اللوكل هوست، تمام، زي ما انتم شايفين لوكال هوست، وبعدين راح ادخل على المنفذ هذا اللي هو 3631. تكتب بالشكل هذا لوكال هوست 631. اوكي، وش الموضوع؟ احنا ادخل على الان البرنامج حق كوبس عن طريق متصفح الانترنت، وهذه الميزه انه متوفر عن طريق متصفح الانترنت، ما يعني انه سهل الوصول اليه. طيب، اللي عليك تسويه انت كتعريف طابعه، اول شيء ادخل على برينترز، تاكد الطابعه حقتك موجوده ولا لا. عن نفسي هذه نوع الطابعه حقتي اللي هي HP ديسك تيتلت الى اخره، تمام، هذا اسم الطابعه حقتي. اذا كانت موجوده هنا خلاص انتهى الموضوع، الطابعه تعمل. لكن احيانا الطابعه قد تكون غير موجوده هنا، فايش عليك تسوي؟ بكل بساطه تدخل على ادمنستريشن من هنا، ثم اد برينتر من هنا. الان راح يسالك عن بياناتك. يفضل انك تدخل كروت، تكتب روت، تدخل باسورد الروت، تمام، تعطي انتر، تشرب شاهي. اوكي، وصلنا عند اللي هو الطابعات. طبعا هو اكتشاف للطابعات الموصله زي ما انتم شايفين، تمام. احنا راح نختار اللي هي الموصله عن طريق اليو اس بي زي ما انتم شايفين. في حاجات ثانيه لانه تعريفها موجود اصلا. طيب، خلينا نختار هذه. ايش راح نسوي الان؟ اضغط على كونتينيو، وبعدين راح يجيك اسم الطابعه. ممكن تحط من هنا علامه صح اذا كنت حابب تسوي مشاركه للطابعه، تمام، لكن اذا ما حابب تسوي مشاركه ممكن تشيل اللي، طبعا مشاركه عن طريق السامبا. خلصنا، نضغط على كونتينيو. يا حاسدين الناس، ايوه تمام. الان طلع لي زي ما انتم شايفين القائمه بالتعريفات المتاحه، تمام. حزمه ال HP Lab غالبا تكون موجوده بالتوزيعات غالبا، لكن في بعض التوزيعات ما تكون موجوده بها. لذلك اللي عليك تسويه انك تنزل حزمه اللي اسمها HP Lab، تمام، عن طريق sudo apt-get install HP Lab. طبعا هذا مجرد يعني حزمه من مليانه تعريفات وفيها كل تعريفات طابعات ال HP، تمام. ممكن تدخل موقع ال HP وتحمله على حسب توزيعتك، تمام. بشكل عام موجود بكل التوزيعات اللي هي ال HP Lab. اوكي، احنا راح نختار اللي هو تعريف الكوبس. لاحظ انه موجود عليه كوبس، مكتوب هنا HP كوبس، تمام.
ممكن من هنا اذا كانت طابعتك ليست اتش بي مثلا او لا تعرف نوع الطابعه ممكن تدخل على موقع الطابعه راح يعطونك ملف امتداده بي بي دي تمام، تسوي استعراض من هنا وتختار الملف وتسوي اضغط على اد برينتر بالشكل هذا. الان قال لك مواصفات زي ما انتم شايفين الطابعه او الاشياء القياسيه تمام، ممكن من هنا تختار اللي هو اللون اللي حابب تطبع. انا عن نفسي طبعتي ملون لكن غالبا انا اطبع باللي هو البلاك اونلي تمام، اللي هو اسود تمام. فممكن تختار من هنا نوع الطباعه، انواع الاوراق، ممكن هنا تختار نوع الطباعه هل هي سريعه عاديه الافضل، او طبعا كل ما نزلت كل ما تزيد استهلاك الحبر عندك تمام. عن نفسي دائما استختار اللي هو فاست درافت، يعني ما احتاج الا بسرعه يخلص. اوكي نضغط على الديفولت علشان تكون هي الطابعه الافتراضيه. الان تم اضافه الطابعه اوكي، لو اضغط على برينترز الان راح نلاحظ عندي طابعتين تمام، الطابعه اللي انا اضفتها هذه الثانيه تمام، والطابعه اللي تعرف عليها النظام اللي هي الاولى تمام. ممكن من هنا الان نجرب نسوي برينت، زي ما انتم شايفين اعطانا الطابعات اللي موجوده، ايضا اعطانا في عندي طابع اسمه كلاس تمام، او اعطانا كلاس انا اضفته مجرد للتجربه تمام. ممكن انك تضيف مجموعه راح نتكلم عنها الان. اوكي هذا بالنسبه للطابعتين اللي موجوده الان اللي هي الطابعه هذه والطابعه هذه، كيف احذف طابعه وكيف اقدر اعدل على طابعه؟ اضغط على اسم الطابعه بس من هنا راح يجيك هنا اللي هي قائمه الاختبارات والتعديل والصيانه والى اخره. ممكن اضغط على برنت تيست بيج راح يطلع لك اللي هي ورقه اللي هي الطباعه. عن نفسي انا ما احتاج الطابعه هذه عشان مصر عندي طابعتين، لذلك حاط على ادمنستريشن ديليت برينتر اوكي، بعدين راح نحذف اللي هي الطابعه من هنا. هذا هو برنامج الكابس ببساطه تمام، برنامج مفيد جدا للطابعات. الجدير بالذكر انه يوجد هنا الله يسلمكم كلاسز، كلاسز ممكن من هنا نضيف كلاس او بالاصح عفوا فصل تمام، ويمكن نستخدمه. عموما هي الفائده هذه المرجوه منها انه اذا كان عندك معامل وشغلات زي هذه تشتركون بطابعه واحده ممكن مفيده للتنظيم. جدير بالذكر ايضا ان برنامج الكابس يونكس تمام، لكن مدعوم من ابل، ابل لها علاقه بالموضوع تمام. استغربت انه ابل موجوده تمام، طبعا الموضوع هذا عارف من زمان لكن لانكم راح تشوفون اكيد اللي هي ابل موجود هنا حقوقه تمام، لان ابل لازم تحط غريبة ما حطوا تفاحتهم مخيسه هذه. عموما الى هنا انتهى درس اليوم. طبعا لو كان في تفاحه راح ادخل على نص البرنامج وراح اعدل التفاحه واشيلها واحط بطريق. انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالدروس القادمه، واذا عندكم استفسارات ادخلوا على منتدى الدعم اللي احنا سويناه علشانكم، ونشوفكم ان شاء الله قريبا. خلاص هذا الانترودكشن، اتصرف الحين انت، اقطع الكلام الفاضي اللي قاعد اقوله الحين ودخل تصرف يلا ادخل الحين للفيديو. شفت هذه القائمه اللي طلعت؟ لا تطلع، انسى احذفها. طيب لا تمسح الشاهي، ترى الشاهي مهم بالفيديو كله، ترى خلاص انتهى الفيديو، امسح القربيعه اللي طلعت ذي تمام، مزة الشاي هذه ما لها دخل. شكرا مقدما لك.